السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أحلى متتبعي قناة دينو ستارز. واللي أول مرة غادي يشوف هذه القناة هذه، ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وباش تزيد العائلة ديالنا تكبر أكثر وأكثر. في هذه الحلقة من مسلسل رهينة الحب جبت لكم أحداث مثيرة ومشوقة، واللي مازال ما تعرضات على القناة الثانية. هذه الأحداث هذه غادي تبدأ مع بورفا، غادي تتصل بمونتي وغادي تطلب منه أنها تلاقى به في الفندق. وبالضبط هذا اللقاء هذا ديالهم كان نهار قبل الخطوبة ديال مونتي وكايرا، يعني في هالفترة هذه كان مونتي على علاقة بكايرا. من اللي جات سولها قال لها علاش عيطتي عليا وعلاش طلبتي مني بالضبط أننا نتلاقاو في فندق وما تلاقيناش في شي بلاصة أخرى. قاسكاس ضحك هي وقالت ليه ما فهمتش علاش تفاجأتي، يعني عادي بنت بحالي انا عيطت على الزبون ديالها على قبل الفلوس، فين بغيتيها تتلاقاه في القهوة مثلا؟ قالت لي غتلاقاها في الفندق. وقالت لي من هادشي هذا كامل واش غادي تقدر انك تعطيني الفلوس اللي كنستحقها ولا نمشي نشوف شي زبون اخر يعطيني الثمن اللي بغيت؟ غادي يتعصب هو وغيبقى يغوت عليها وغيقول لي انا ماشي الزبون ديالك وما عمري ما كنت الزبون ديالك وما فهمتش انتي علاش وليتي بحال هكا. انا اللي كنعرف عليك انك انسانه مؤدبه ومربيه ومخلقه وما عمرك ما وصلتي لهذا المستوى هذا، كيفاش حتى وليتي فحالك فحال الام ديالك الهم الوحيد ديالك هو الفلوس؟ غادي تقول لي من هذا الشيء هذا كامل الا ما كنتيش غادي تعطيني فلوس بلا ما تضيع عليا وقتي خليني نمشي نقلب على شي زبون اخر اللي غيقدر انه يعطيني الثمن اللي كنستحقه. غيقول لها الا كنتي عيتي ليا غير باش تقولي لي هذه الهضره هذه فانا غادي نمشي في حالي. غادي تقول ليه لا انا عيطت لك باش نوريك اش من نوع ديال البنات انا، انه انا من البنات اللي كيقلبوا غير على الفلوس وكل نهار كيجريو من مورا رجال وكل نهار مع زبون جديد وكل نهار غاديين من فندق لفندق، حيت الهم الوحيد ديال البنات اللي بحالي هو انه يربحوا الفلوس وما كيهمهم لا الكرامه ديالهم ولا الشرف ديالهم ولا حتى شي حاجه اخرى، المهم هو الفلوس. وغتقول ليه الا تخليتي على كايرا وبغيتي تزوج بيا فما عمرك ما غادي تعيش حياه سعيده معايا وغادي تكون معايا في الجحيم، حتاش انا الهم الوحيد ديالي هو الفلوس، ما كيهمني لا حب ولا حتى شي حاجه. غيقول ليها انا عارفك هاد الهضره هادي ما كتقوليهاش حيت انتي دايره هكا، ولكن حيت بغيتيني نتزوج بكايرا وما بغيتيهاش تحطم. غادي تقول ليه لا انا بصح دايره بحال هكا وكنقلب غير على الفلوس وما كتهمني حتى شي حاجه. غيجاوبها وغيقول ليها حتى انا ما كيهمنيش الماضي ديالك ولا شنو كنتي كديري ولا كيفاش كنتي كتجمعي الفلوس واش كنتي كتعرفي شي رجال قبل مني ولا لا، هادشي هذا كامل ما كيهمنيش. الحاجه الوحيده اللي بغيت انا من هاد الدنيا هادي هي انني نكون معاك ونأسس العائله ديالي معاك، واي حاجه في حياتي نديرها تكوني انتيا في جنبي. واحد القصه غادي تاثر بالهضره ديالو وغيحاولوا انهم يتقربوا من بعضياتهم كيف ما كتشوفوا في الفيديو. من بعد غادي تفكر كايرا وانها غادي تحطم الا تخلى عليها مونتي وتزوج بها هي، وخصوصا بانتي، يعني بحكم ان اهان هو خو كايرا والا وقعت شي حاجه خايبه لكايرا بسببها هي فهو حتى هما ما غيبقاوش يبغيو بانتي، وهكا بانتي غادي تألم وغادي تفارق مع اهان. فقالت ليه لا ما نقدرش نكون معاك وما نقدرش نتزوج بك، انت خصك تزوج بكايرا وتكمل حياتك معاها هي وانا ما نصلحش ليك. وغتقول لي انا متاكده انك غادي تعيش حياه سعيده مع كايرا حيت حتى هي كتبغيك بزاف بحالي او اكثر مني، داكشي علاش خصك تخلى عليا وتزوج بها هي. وغتقول لي الا كنتي كتبغيني ولو غير شويه تزوج بها عافاك وما تخلاش عليها. غيقول لي هلا انا ما نقدرش نتزوج بكايرا حيت ما كنبغيهاش ومتاكد انني ما عمري ما غادي نعيش معها حياه سعيده لا معها ولا مع اي بنت واحده اخرى. غيقول ليها انا نهار اللي تعرفت عليك عاد دخلت الفرحه لحياتي
وعاد وليت كنحس براسي انني عايش في هذه الدنيا هذه. فلذلك مستحيل انني نتخلى عليك شي نهار ونزوج بشي بنت واحده اخرى ولو يكلفني هذا الشيء هذا الحياه ديالي. وغيقول ليها الا قبلتي نزوجوا انا وياك ونقدروا نمشيو نعيشوا في شي بلاد واحده اخرى من غير الهند ونبعدوا على كل شيء، مهم نكونوا انا وياك مع بعضياتنا. غادي تدفعوا وغادي تقول ليه لا ما يمكنش، خصك تزوج بكايرة حيت انا ما نصلحش ليك وما عمري ما غادي نقدر نتزوج بيك. وغتقول لي انا اصلا ما كنبغيكش وما عمري ما بغيتك، انا كنت كنبغي غير الفلوس ديالك، فلذلك غادي تخصك تزوج بكايرة وتبعد مني انا حيت انا ما غاديش نصلح ليك. غيقول ليها لا انا كنبغيك انت وغادي نزوج بك انت، ما غاديش نتزوج بها هي. غادي تجاوبها تقول لي الا ما تزوجتيش بها فغادي ننتحر وما عمرك ما غادي تبقى تشوف وجهي مره اخرى، يعني ما غاديش يديها في الهضره ديالها وغادي تجبد واحد السم جابته معاها في الساك ديالها وغتحاول انها تشربه. غتقول ليه الا ما جاوبتينيش دابا وقلتي لي انك غتزوج بكايرة فغادي نشربه وما عمرك ما غادي تبقى تشوفني مره واحده اخرى في الحياه ديالك. غياخذوا ليها وغايقول ليها الا كنتي هادشي اللي باغا نتيا فراه غادي نتزوج بها، ولكن اللي خصك تعرفيه هو انني حياتي كامله انت هي المراه الوحيده اللي بغيت وغادي نبقى نبغي حتى الاخر نهار في حياتي، سواء تزوجت بكايرة او بشي مره واحده اخرى فهنتي هي الوحيده اللي كانت في القلب ديالي. ومن بعد ما قدرت انها تقنعو باش يتخلى عليها ويتزوج بكايرة واخا حتى هي راها كتبغيه بزاف، من بعد ما غادي يساليو الهضره ديالهم غيخرجوا بجوج من لوطيل. وملي غادي يكونوا خارجين غتكون رانغولي واللي ما كيعرفهاش هي الصديقه ديال اهان ومغنيه معاه وكتبغيه وبغات تفرقوا هو وبانتي باش يبقى ليها غير هي بوحدها. دارت ليهم واحد الكاميرا باش تصورهم وهما متقربين من بعضيات وتصيفطها لعائله الدرانجير وعلى وجه الخصوص كايرة، وهكاك غادي يجريو على بانتي حيتاش الاخت ديالها هي اللي فرقات مونتي وكايرة وحطمات الحياه ديال بنتهم. وهذه هي الحلقه ديال اليوم، وكنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكيف ما ديما ما تنساوش تشجعوني بلايك وتخليو التعليق ديالكم اذا كان، وما نزيدش نطول عليكم بزاف نخليكم مع بقيه الفيديو، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه.